إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين والمرسلين. أما بعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرض محنة ومنحة. إذا علمنا بأن الصحة نعمة وأمانة، نعمة لا تشترى بالأموال، لا تباع ولا تشترى ولا تورث ولا ترهن، لا نجد سوقا يبيع الصحة ولا مصنعا يصنع الصحة، فهي نعمة الله عز وجل علينا جميعا، ولا نعرف قدرها إلا عند فقدانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحياة جملة من الفراقات. ما معنى الموت؟ الموت هي فراق الروح للجسد. ما معنى المرض؟ المرض فراق الصحة والسلامة للجسد. فالحياة إذن هي جملة من الفراقات، ولكن حينما ننتقل إلى دار القرار فهناك لقاء بلا فراق. المرض محنة من عدة وجوه، لأن المرض ألم، والألم مؤذي لجسم الإنسان، ويشتد الألم بقدر المرض. والوجه الآخر لمحنة المرض أن ترى عزيزاً عليك، أن ترى قريباً لك، أن ترى صديقاً لك يتألم، فأنت أيضاً تتألم معه، وربما تتمنى لو كنت مصاباً وكان في عافية. والمرض أيضاً محنة، لأنه يعطلك عن العمل، لا تتحرك، لا إنتاج ولا شركات ولا إدارات ولا حركات، يعطلك عن الحركة، يعطلك عن الإنتاج، يمنعك من إدارة شؤونك بنفسك. وكذلك أن المرض هو أيضاً محنة، لأنه يجعل الإنسان ربما يفقد الأمل، وهنا موطن الامتحان. لذلك ربنا عز وجل علمنا في القرآن الكريم كما في سورتي الشعراء والإسراء، في سورة الشعراء الآية رقم 80 ربنا يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. قد يكون الإنسان هو السبب في مرضه بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير، ونسب الشفاء إليه جل جلاله: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي سورة الإسراء في الآية 82 ربنا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالمرض إذن محنة من هذه الوجوه.
والمرض أيضا منحة من عدة وجوه، منها أن في المرض أجر كبير، وقد علمنا الله عز وجل في القرآن الكريم أن يذكر بعضنا بعضا بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بقدر الألم يكون الأجر. ثم أن الله عز وجل علمنا في حياة النبيين والمرسلين كيف نوثق صلتنا بالله جل جلاله. أيوب، حينما نتذكر أيوب نتذكر مرضه وكيف ابتلاه رب العزة جل جلاله، ونتذكر أيضا صبره فصار مضرب مثل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. والمرض منحة أيضا من وجه آخر، أن الإنسان تذهب ذنوبه بقدر ألمه وبقدر صبره. يروى أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال في مجلس الصحابة: أحب الجوع والمرض والموت. فسئل: كيف تحب أمورا يبغضها الناس؟ كيف تحب أمورا يبغضها الناس؟ الجوع والمرض والموت. فأجاب قائلا: أحب الجوع ليرق قلبي، وأحب المرض ليخف ذنبي، وأحب الموت لألقى ربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والمرض أيضا منحة، لأنه يجعل الإنسان في خلوة إجبارية، في خلوة إجبارية، يتذكر نعمة الصحة ويتذكر تفريطه في حق الله، وربما يتفكر ظلمه للناس، ربما يتذكر عدوانه على حقوق الناس، فيراجع نفسه ويحاسب نفسه. وهذه نعمة كبرى، وهذه منحة كبرى، قد يكون المرض سبباً في هداية الناس وفي توثيق صلتهم بالله جل جلاله. اللهم إن نسألك الشفاء للمرضى والرحمة للأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم إن نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا إيماناً، اللهم زدنا تقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم إن نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. وأقم الصلاة. استوى استقيم رحمكم الله، استوى تدلوا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله